شهر القرآن أنزل فيه القرآن العظيم، وهذا في المساجد خاصة في المساجد أهل اليمن يعني يحبون الشهر هذا الكريم، وتكون فيها تلاوة القرآن برغبة، لأنه ما بش ما هي الإنسان لا شياطين ولا إبليس، كلهم مصفدين. رمضان إلا فيه كل المنافع للإنسان، وفيه يعني الغناء والطيبة والنفس الذي سخرها لنا رحم الله. نهض الشهر ما يتلاقى سمع الله لمن حمده.